السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناة عرب جرين لينكس، معكم عبد المجيب. بنتكلم اليوم عن نانو. تمام، نانو عبارة عن محرر نصي، تمام، برنامج تحرير. إذا كنت تعرف هذا البرنامج راح أعطيك كم حركة جميلة، إذا ما كنت ما تعرف راح أعرفك عليه. نانو عبارة عن محرر نصوص عادي، يعني مثل جي إدت. ما أدري جي إدت عندي ولا لا، جي إدت. تمام، اوكي، محرر نصوص كانه هذا، لكن الفرق انه في هذا المحرر نصوص اقدر اكتب نصوص هنا، تمام، اقدر استخدم الفاره كات، تمام، واقدر اقص، تمام، واقدر الصق. لكن على النانو ما اقدر استخدم الفاره اطلاقا الا عن طريق تحديد نسخ لصق، لكن ما في خصائص ثانيه زي مثلا ايش يا رب، مثلا ممكن تحط الماوس هنا وخلاص تقدر تكتب المناطق هذه. لكن المميز هناك بالنانو، ليش نستخدم نانو او ليش افضل نانو؟ طبعا في محرر ثاني غير النانو اللي هو الفي اي ام وفي الفي اي، تمام، ما افضلهم لانهم كثيره شغلاتهم وانا ما استخدم الا خصائص معينه فقط بالبرنامج، ولكن الاثنين هذول قويه جدا. اتكلم كثير عن هذا بالشروحات، لذلك قررت اني اشرح لكم هذا الملف البرنامج. ميزه الموجوده بو انه اقدر احرر بسرعه بدون ما افتح محرر نصوص، بق 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 بالطرفيه واسكر، خاصه اذا كنت بحرر شيء سريع. الميزة الثانية انه تقدر انك تبرمج عن بعد، فمثلا لو عندك سيرفر، تمام، ممكن تدخل عن طريق الاس اس اتش، عندي سيرفر جنو دوت لان، تمام، ممكن ادخل من هنا وابدا ابرمج هناك على السيرفر ذاك. خل اعطيكم مثال، اوكي، نعطيه الباسورد. طيب انا الحين موجود على السيرفر هناك، ممكن اروح cd var www، اوكي، ممكن هنا اجي واسوي نانو index.php، تمام، خلاص انا الحين اقدر ابرمج هنا، سوي علامة البي اتش بي هنا، بي اتش بي، لاحظ الالوان ايضا، تمام، ثم ابدا اسوي لين ابي هنا، اكو هلو وورد، اوكي. طيب خلاص انا بالطريقه هذه قدرت اني ابرمج عن بعد بدون ما اني افتح محرر نصوص او شيء، خلاص الان بالسيرفر هذا الملف محفوظ، تمام. هذا يعني اني اقدر الحين افتح لكم المتصفح، اوكي، جنو دوت لان اندكس دوت بي اتش بي، تمام، لاحظوا انه هلو وورد طلعت هنا بدون ما ادخل السيرفر. هذه ميزه المحررات اللي هي عن طريق الطرفيه مباشره، تمام، انه تقدر تبرمج عن بعد بدون ما انك تفتح اف تي بي وكلام فاضي، عن طريق الاس اس اتش مباشره، تمام. طيب النانو ايش راح اتكلم عنه اليوم؟ اول شيء راح اتكلم عن الخصائص الابتدائيه لهذا البرنامج. فمثلا عندي مثلا هذا الملف اللي هو نانو، عفوا، اندكس دوت بي اتش بي. بالطريقه الاعتياديه عشان تفتح اي ملف نصي تكتب اسم البرنامج ثم اسم الملف، تمام. عندي الملف هذا موجود الحين index.php، اضغط انتر فتح لي هذا الملف. الخصائص الافتراضيه الموجوده اللي رفعت لكم هذه طبعا مشروحه لك هنا، تمام، زي ما انت شايف ممكن تستخدم الكنترول جي عشان تحصل على المساعده، عفوا مو كنترول هي، في عندك شغلات كثيره زي ما شايفينها هنا، كات تكست والى اخره. عموما ممكن تستخدم الشغلات هذه اللي هن البيج داون بيج اب، ممكن تستخدم حاجات واجد صراحه موجوده هنا، ولكن اغلب الاشياء ما راح تحتاجها، تمام، زي ما انتم شايفين هذا الكنترول جي يعطيك هنا مساعده سريعه. طيب خلينا نطلع من الكنترول جي عن طريق، ما ادري صراحه عن طريق ايش، اكزيت اللي هي كنترول اكس، تمام. طيب هذه الخاصيه الموجوده تحت، ولكن بعد الفتح كيف تسكر وكيف تحفظ؟ اذا اضفت شيء جديد طبعا راح يطلب منك، مثلا لو اضفت ايكو ثانيه مثلا، طيب تمام، كيف اقدر اسكر هذا الملف؟ عن طريق كنترول اكس. الان يقول لك سيف موديفايد بفر، هنا تقدر انك تضغط على انتر، اوكي، انا ما ادري ايش قصه ابو الانتر، او يس، لو طلع حرف الواي لانه كاتب لك هنا واي، تمام، ثم يقول لك هل تبي تسميه بنفس الاسم او تبي تغير اسمه؟ اذا ضغطت انتر راح يحفظ بنفس المكان، ولكن لو جيت سويت كنترول اكس اب، تمام، جيت سويت طبعا لاني ما عدلت، خل اعدل عليه، لو جيت كتبت كنترول اكس حطيت واي اقدر اغير اسم الملف اسميه اندكس 2 او اندكس اي شيء، اوكي. الان يقول لك سيف فايل اندر ديفرنت نيم، يعني اسم ثاني، حط يس yes. خلاص الحين صار عندي 2 اندكس، اوكي، ال اس اندكس نجمه، زي ما انت شايف صار عندي اندكس هذا واندكس هذا. هذه الخصائص الافتراضيه، كيف تفتح كيف تسكر. طبعا بالنانو ممكن تستخدم سودو للملفات اللي ما عندك صلاحيات له، مثلا اقدر اسوي نانو اي تي سي، طبعا السيرفر هذاك عباره عن سيرفر ديبيان، لو حاب اعدل السورسز دوت ليست انتر، تمام، زي ما انتم شايفين هذا سيرفر، لو جيت بعدل هنا لاحظ قال لك نو رايت بيرميشن، يعني انك تقرا فقط، تمام.
كيف اقدر اخذ الصلاحيات هذه؟ طبعا اطلع عن طريق كنترول اكس، اكتب سودو نانو اي تي سي ابت سورسز دوت ليست، هذا الملف اللي حاب اعدل عليه، انتر. اوب اوكي، قال لك ادخل الباسورد. اوكي بجيب موجود بالصلاح. طيب ممكن ادخل عن طريق السو على طول، تمام. طبعا ما مشوار طويل راح اضيف مدري شلون، لكن عن طريق الاسيو مباشره اقدر الحين اسوي اللي ابي، اي تي سي ابت سورسز. لو كنت مضاف على السودو راح تقدر تسوي تبي. لاحظ انه راحت الرساله تحت، والان اقدر اعدل على الملف هذا، اقدر اعدل عليه لاني محتاج مثلا هذا المستودع، تمام. اوكي حفظت. طيب هذه بالنسبه للخصائص المبدئيه اوكي بالبرنامج هذا، ولكن في تقريبا ثلاث او اربع خصائص بصراحه استخدمه كثير، راح اعلمكم عليها الحين. الخاصيه الاولى هي خاصيه باك اب، تمام. ملف زي ملف سورسز دوت ليست ملف حساس، ممكن تعدل عليه وبعدين خرب. طيب كيف اقدر احفظ نسخه من هذا الملف في حال التعديل؟ تكتب نانو، وبعد ما تكتب نانو اوكي خلينا نرفع لكم الشاشه، تمام، تحط ناقص، طبعا تبعد ناقص بي كابيتال. بالطريقه هذه ايش راح يسوي هو؟ في حال انك عدلت الملف، الان الملف غير معدل، ولكن في حال انك عدلته حفظت، راح يحفظ نسخه من هذا الملف مع علامه التلده. فلو سوينا الان ls عشان نتاكد etc apt sources dot list نجمه، لاحظ انه عندي sources dot list، هذه عباره عن باك اب للملف، تمام. خاصيه ممتاز جدا، لو فتحنا هذا الملف بنحصل الملف اللي سويته انا قبل، اقول لكم اياه، كات etc اوكي، راح يوريك انه هذا هو الملف مع حفظ نسخه احتياطيه من الملف قبل التعديل. طبعا قبل التعديل كان في علامه الهاش، والان راحت علامه الهاش. جميل جدا، هذه الخاصيه الاولى استخدمها. الخاصيه الثانيه، لاحظ البرنامج هذا فيه عفوا اوكي، لاحظ انه في شريط هذا الاسود فوق والشريط اللي تحت الخربيط هذه، ممكن تستخدم خاصيه الدي. بالمناسبه بشرح لكم حاجه بعد شوي. الدي هذا ايش راح تسوي؟ راح تبعد كل الاشرطه هذه، راح تعطيك خطوط فقط بالخط العريض بس. الخاصيه الثالثه اللي موجوده، لو فتحنا ملف كبير زي مثلا ملف، خلينا نطلع من السيرفر، تمام، زي مثلا ملف اللوج حق الباكمان، سويت نانو اي تي سي فار، حلو اي تي سي فار، فار لوج باكمان دوت لوج، اوكي دخلت هنا. افتراضيا لما تختار بسام تنزل، لاحظ راح يقلب لك الصفحه كامله زي ما انتم شايفين، نطه طويله. في خاصيه جميله اللي هي خاصيه الاس ناقص اس، هذه سموث، ايش راح يسوي؟ راح يمشي سطر سطر، طبعا اس كابيتال، لاحظ انه ما راح يمشي الا سطر سطر زي ما انتم شايفين، ما يمشي اسطر كثيره عباره عن صفحه ورا صفحه، لا. الخاصيه الثالثه اللي ممتازه ايضا للشاشات الصغيره او للشخص اللي يتمرس على النانو، خاصيه الاكس، وهي عباره عن فتح للملف بدون ما يطلع لك الكلام الفاضي اللي موجود تحت هنا، الاكس وما ادري وش الى اخره، تمام. طيب نقدر نجمع هذه الخصائص اذا كنت تستخدمهن كثير عن طريق بي دي اس اكس. بالطريقه هذه انا اقدر كل الخصائص افتحها مره واحده. لاحظ الحين صار عندي نسخه احتياطيه، راحت الاشرطه اللي فوق، اقدر انزل عن طريق سطر سطر، وبنفس الوقت عندي اللي هي المساعده راحت، فانت تقدر تجمع الاشياء هذه كلها مع بعض. طيب من وين احصل على الرموز هذه بي دي ما ادري ايش في الاخره؟ اكتب نانو ناقص ناقص هلب، اوكي خلنا نرفع الشاشة، انتر، راح يطلع لك هنا أشياء كثيرة ممكن تجربها، لكن هذه الأشياء الأربعة اللي أنا أستخدم كثير. النقطة الأخيرة اللي حابب أتكلم عنها هي إذا كنت مبرمج ومتعود طبعًا على التلوين، تمام، أكيد التلوين مفيد جدًا، فنانو يعطيك خاصية التلوين بشرط إنك تحدد أو تخصص هذا البرنامج لغة برمجة معينة. افتراضيًا هو ما يلون إلا بعض الحاجات، ولكن إذا حاب تلون لغة برمجة معينة مثلًا جافا أو أيًا كان، ممكن تلونه عن طريق هذا الملف. تكتب طبعا الملف ممكن يكون غير موجود، لكن اكتب نانو دوت نانو ار سي، اوكي هذا ملف التخصيص، تمام. انا هنا اعطيته تخصيص انه اي ملف شل، لاحظ انه ملفات الشل راح يعطيه تلوين، اوكي هذا السنتاكس خاص بالشل. فلو جيت الحين فتحت ملف شل نانو شل دوت شل، تمام، راح ابدا اسوي شل، ابدا بالبن بن باش، لاحظ انه اعطاه لون، لو سويت ست مثلا اعطاه لون، لو سويت سودو مثلا ابت جيت انستول راح يعطي انستول لون، ايش بعد فور مثلا راح اعطيها لون، ايكو راح يعطيها لون زي ما انتم شايفين، فراح يبدا يلون لك. لو حطيت العلامات التنصيص كتبت شيء بينهن ايضا راح يعطيهن لون ثاني. طيب هذه ميزه، طبعا ما راح احفظ الخصائص. الالوان هذه من وين تحصلها؟ طيب مجرد اكتب نانو كالرز بالجوجل بالياهو باي مكان، وخذ لغه البرمجه اللي تبي، ولكن تقدر تعمم
التخصيص هذا إذا أعجبك، بحيث أنك تحط السنتاكس هذا علامة نجمة، تمام؟ نجمة. الآن راح ألول لأي شيء. لو جيت فتحت نانو نفس الملف نانو أرسي، راح لاحظ أنه لون لي حتى هذا الملف، تمام؟ طبعا أنا ما بيلول لأي شيء، أنا أبي بس ألول لي حاجات معينة. شل شل. طيب النقطة الأخيرة أيضا، بدل ما أنك إذا كنت دائما تستخدم النانو، وبدل ما تكتب نانو وتكتب البلاوي هذه اللي تو سويتها هذه، تمام، ممكن تستخدم حاجة ثانية، أنه يكون افتراضيا هذه مفتوحة، بس تكتب نانو وتدخل. كيف؟ البي، وين راح البي؟ رمز البي هذا البي. طيب البي عبارة عن باك أب، أوكي، راح أجي وأكتب باك أب، أوكي، هنا وين تكتب باك أب؟ تكتب نانو، طبعا نفس ملف التخصيص نانو أر سي. نانو أر سي لازم يكون مجلد الهوم، تمام، هذا يعني تستخدم التلدة هذه عشان تتأكد انك مجلد الهوم. راح اجي هنا واكتب ست باك اب، خلاص الان راح يسوي لي باك ابات. نفتح واحد ثاني علشان نسوي نانو، نشوف الخصائص اللي استخدمه كثير. هلب، تمام، فين خصية دي وان دي 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 هذه هي دي بول تكست، راح ناخذ بول تكست كوبي، راح نسوي له ست هنا، ست بول تكست. ايش عندنا بعد؟ طبعا تاكد انك ما تاخذ مع العلامات هذه. في عندنا الاس كابيتال سموث، راح ناخذ سموث ست سموث. وفي عندنا بالاخير ست نو هيلب اعتقد، اوكي نو هيلب، تمام كوبي، راح احط هنا نو هيلب. طيب راح نسكر هذا الملف. الان لو جيت وفتحت ملف نانو بالشكل هذا، نانو نانو ار سي، لاحظ انه فتح لي اياه بدون ما احط اي اوامر، تمام، بالطريقه اللي انا ابي، راحت الاشرطه اللي فوق والى اخره، تمام. يهمك تعرف كيف قدرت تفتح، كيف قدرت تسكر، كيف قدرت تحفظ، تمام. هذا البرنامج مهم جدا وكثير جدا جدا، لو طلبت مساعده من اي شخص راح يقول لك نانو، وما راح يتكلم لك عن المحرر الثاني، لان نانو غالبا موجود بالتوزيعات. لو نانو مو موجود عندك، ما عليك الا تحمله على حسب التوزيع اللي عندك. اذا كانت ديبيان وناتا سودو ابت جيت انستول نانو، اذا كانت زوزه ممكن تكتب زبهر انستول نانو، اذا كانت فدورا ممكن تكتب وايو ام. بالمناسبه اقول لكم موجود هو انستول نانو. اذا كانت ارتش لينكس، ارتش لينكس راح يجي مع شو اسمه، مع حزمه الكور اعتقد اسمها، ولكن باكمان اس اس نانو. طيب هذا الدرس حق اليوم، اتمنى انكم استفدتوا، شوفوا ان شاء الله الدرس الجاي. مع السلامه.